معالي الوزير، عزيزي بدر، سيداتي وسادتي، معالي الوزير شكرا جزيلا لكم على هذا الاستقبال الحار، وأود أن أتوجه بالشكر لسيادة الرئيس السيسي الذي شرفني باستقباله لي صباح اليوم. هذه زيارتي الرابعة إلى القاهرة في 6 شهور، وهذا يبين كم أن مصر هامة لفرنسا وكم أن مصر هامة في المنطقة، لأن مجمل هذه الزيارات، ولقد سمعنا منكم استعراض شافي ووافي لمحادثاتنا صباح اليوم إما ثنائيا أو في المنطقة. وفي القاهرة تنتهي جولتي الإقليمية هذه بعد بيروت وتل أبيب والأراضي الفلسطينية، وفي كل مرحلة من هذه المراحل مثل ما فعلت معالي الوزير كانت لي مبادلات ومحادثات حول ضرورة وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الغزاويين ولإطلاق سراح الرهائن، ومنهم 2 فرنسيين لا يزالون محتجزين، وأيضا ضرورة تهدئة التوترات الإقليمية في وقت المنطقة مهددة باشتعال شامل. هذه المرحلة الأخيرة لي في مصر تبين أهمية شراكتنا وتكلمت عنها معالي الوزير، وكذلك المكانة المركزية لبلدكم لإيجاد حل لتفادي الحرب الإقليمية، وكذلك لخدمة السلام وتهدئة التوترات الإقليمية. معالي الوزير، سوف ألخص رسالتي بثلاث نقاط. رسائل ثلاثة هي التي نقلتها خلال هذه الجولة إلى الذين التقيت بهم في المنطقة. أول رسالة الأولى، نود أن نحيي الجهود الدبلوماسية الثابتة التي تبذلونها منذ بداية الحرب في غزة من أجل إيصال المساعدة الإنسانية، تكلمت عن هذا معالي الوزير، ونحن الاثنين وبلدينا فرنسا ومصر عملا كثيرا معا لتوفير الدعم الإنساني والطبي للشعب الفلسطيني في غزة، وأمل أن نحن نريد أن يستمر هذا التعاون، وحتى فيما نسميه باليوم التالي أريد أن ننطلق في تعاون جديد خدمة للغزاويين ولتعزيز المساعدات الإنسانية، وأيضا وبشكل خاص التزامكم أنتم كوسيط إلى جانب قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام يجب أن نحييه. وبالتالي أود أن نحيي على وجه الخصوص العمل الجبار الذي تم القيام به أمس وقبل أمس في الدوحة، ويهم أن توافق الأطراف على الاقتراحات التي قدمت لهم والوصول إلى وقف إطلاق النار. فرنسا تدعمكم بشكل كامل، وأريد أن أؤكد على ذلك هنا للأسبوع المقبل وللاجتماعات المقبلة المقرر أن تنعقد في القاهرة. ولقد تناولنا بالتفصيل التحديات والاستحقاقات في هذه المحادثات بما في ذلك تفاصيل التدابير، وهي ضرورية اليوم نظرا للوضع القائم. وبالتالي فرنسا تدعمكم والمجتمع الدولي يدعمكم، وسوف نعمل على حشد الدعم الأوروبي لكم. سوف أتصل بزملائي الأوروبيين لبلورة موقف أوروبي داعم لكم. رسالتي الثانية معالي الوزير هي أنه يتعين علينا معا أن نتفادى تصعيد إقليمي بأي شكل من الأشكال، لأن نتائج مثل هذا التصعيد الإقليمي سوف تكون كارثية للمنطقة، ونحن ندعو كل الأطراف لضبط النفس ووضع حد لمنطق الرد والرد المعاكس، لأن المدنيين هم أوائل الضحايا في كل الأحوال. هذه هي الرسالة التي نقلناها لكل من التقينا بهم في هذه المنطقة، وأود أن أكرر هذه الرسالة هنا، وأنا أعرف أنها رسالة تنقلونها أيضا معالي الوزير لكل الذين نتكلم معهم في المنطقة. الرئيس الفرنسي تناول هذا الموضوع مع الرئيس السيسي. نحن مقتنعون بأن وقف إطلاق النار في غزة سيساهم كثيرا في تخفيض حدة التوترات الإقليمية.
وهذا هو التحدي الأساسي في هذه المرحلة التي نعيشها، تخفيف حدة التوتر لتفادي الحرب. رسالتي الثالثة والأخيرة هي أنه يجب بشكل ملح أن نتقدم باتجاه حل الدولتين في إسرائيل وفي فلسطين على أساس حدود 1967، وأعتقد أننا نتشارك في هذه القناعة، وتكلمنا عن هذه المسألة بإسهاب. هذا هو الحل الوحيد الحقيقي، وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحمل السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. وفرنسا ومصر لهما وجهة نظر متشابهة حول هذا الموضوع، وأريد أن نستمر بالعمل وأن نبقى منخرطين في حل الدولتين من الآن وفي الشهور المقبلة. وفرنسا سوف تتحمل مسؤولياتها لتعزيز هذا الحل في أوروبا وكذلك في مجلس الأمن الأمم المتحدة. وبعد هذه الكلمات وهذه الرسائل الثلاثة، أود معالي الوزير أن أشكركم. يمكنك أن تعتمد على دعم بلادي ولدعم جهودكم الدبلوماسية والوصول إلى حل سياسي مستدام في خدمة للسلام في الشرق الأوسط. وشكراً.